عظيم، راحت الكرة إلى خارج الملعب، مباغتة كبيرة للنادي الأهلي في اللقطة الماضية الذي يبدأ بمحمد الشينات التي تنطلق بعد 3 أسابيع من نهائي الأمامية. شيف واعتاب باسلها بيحول يمر، لا زال يحتفظ، إنما هاني بيخلص الكرة الماضية. شوف هذه البطولة كرة أمامية، محاولة تقدم للقناة الكبيرة، الكرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة يشير إلى أحمد توفيق في اللقطة الماضية، بتعدي دائما لكن تغطية ممتازة في اللقطة الماضية من عمر للأهلي بتتخلص ترجع مرة ثانية، لازالت الكرة قائمة. يا سلام يا سلام، وعبدان صبحي بيمشيها فيها شك إن فيها تسلل فيها وفيها هاني، لكنها بتتخلص بخطأ ضد هاني من 18 سنة وعمره 18 ليس في المستوى المطلوب. الكرة في مكسرين تصادم الاثنين والكرة إلى ضربة مرمى يشير إليها محمود البنا حكم اللقاء. كان سليم محاولة التقدم من إبراهيم عادل، الملعب ممتلئ فإننا نعيش الإثارة مع الثواني الأولى. عبد القادر يتحصل على خطأ في اللقطة الماضية، صراع التقدم الان من محمد حمدي بيلعبها عرضي خلصت من امامه رجعت لصبحي، صبحي يطالب بخطا وفاول في اللقطه الماضيه على مروان عطيه الذي انتقل في الانتدابات الشتويه. مروان عطيه الاهلي خطر للنادي الاهلي، الكره ملعوبه عليهما جميعا في موقف راس تسديده امام المرمى بتتخلص، كان خطا من الشناوي لكن الكره راحت الى خارج الملعب. ضربه ركنيه، ضربة ركنية، تسديد عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، تاب الكرة من المرمى، الله من ده ده حمدي فتحي يا ابني انت قفلتها علون عجات اليسرى بتتخلص الله، لا زالت ضربت. يا سلام بيسدد ولكن الشناوي بيخلص كرة عرضية امام المرمى، ولكنها بتتخلص وبتبعد بمبدأ الأمان وزكي. الكرة الأمامية باتجاه هاني، أيوة أمامية، الشناوي بيسيطر عليها. سلامات حكم المباراة يوقف الالتحام اللي حدث في اللقطة الماضية من فخري جزائري قنداسي ومدينة العين تستهزع من زايد. كرة أمامية باتجاه حمدي فتحي تتخلص، فاول الخطأ يشير إليه حكم المباراة. 2016 شريف كان متوقع مشاركة كهرباء، كان تتخلص وتصل سهلة، كانت سهلة وأصبحت صعبة، كانت سهلة. وليد الكاتي مرة أخرى يجرب ويسدد وعرضية على القائمة الثانية. يا راجل فتحي بيلعب أمامية باتجاه أحمد عبد القادر، تغطية موجودة، كرة لبلمة في مكان سليم، ولكن يا مصطفى فتحي، مصطفى فتحي في اللقطة الماضية يحصل على ضربة ركنية للنادي الاهلي. يا سلام، كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء تلعب راسية، لكن الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، هي ضربة مرمى لسليم، والكرة من معلول لشريف عادل اللعب، لعبها فين؟ كثير المشاعر، قنداس بيجرب وضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي على مشارف منطقة الجزاء، بتنبيه ضربة حرة مباشرة. يا سلام، شناوي يتألق هناك وشناوي هنا، شناوي هناك وشناوي يدري. يا سلام، ولكنها اقرا خطفتها تو يلعبها فندي حمدي ميرسي. لا والله هاني لعبها أمامية لخلال الواحد يحتار في نجومية شطن. يا شريف عملت ايه؟ الى معلول اماميه اطول من الاسد، اطول من الامر الكبير الاهلاوي. كاد فخري ان يسجل بكل فخر، برمت اماميه ممتازه لمصطفى شناوي بثبات، شناوي بالمرتده، بيرسي تاو كنترول ياسس بأول بطولة لدوري الأبطال في عام 1970 عالية. شناوي وقبر، الكرة راحت
باسي باسي رايح فين رايح فين؟ الكرة تتخلص إلى خارج الملعب، رمي تماسي صالح النادي الأهلي. والآن القدوسي لو استلم راح تكون خطرة، لكن ياسر الكرة تتخلص من علي جبر. ولكن طول عن مرعوبة لنادي الأهلي شريف فخري عطاير لرمضان، لكن جاه معلوم راية وتسلل راية وتسلل في هجمة كانت مرتدة رائعة. عبد القادر عبد القادر الكرة بتلعب لإبراهيم عادل، عادل بيحاول يمر الجهات الأمامية تتخلص، الكرة لازالت قائمة عبد القادر بعيدة. السحب ولاحظ أجواء كرة من المرمى، عبد القادر كان عادة كبيرة الكرة، الله الزاوية الشناوي الزاوية الشناوي، عيدوها عيدوها عيدوها، ازاي ازاي ازاي، اوصف لك واوصف مدحك ازاي. حمدي قنديسي مروان بيجرب وبيسير مصطفى مصطفى، الشناوي اهو بيسيطر عليها، كرة على الأمامية بيسي يا سلام، رفض التقدم من نادي الأهلي في اللقطة الماضية. تتاح تتاح يا علي نادي بيراميدز علي وعضية، أبعدها في اللحظة الأخيرة محمود متولي هو اللي تولى اللقطة الماضية وأبعدها إلى الكارتي لتوريتو الأمامية بتجارة مضادة لكهرباء، الكرة علي جبر يفقد البنت عالية يا سلام، مش عاوزة مش عاوزة مش عاوزة كرة إلى هذه تاسع مباراة تذهب للشوط الإضافي، تاسع مباراة لفخر الدين يا سلام يا سلام، السد العالي اهو طاهر طاهر بيحاول يضرب حسين حسين يا حسين، كان يطالب برك الشيبي بيلعبها عالي وعظيم ارشو، رجعت الاهلي كأنه سيكون الشيء، رجع كهرباء كهرباء.